c'est un endroit qui c'est pas dit que Facebook les trucs quoi. زوج يعني هم شدوا انا شطول في التروبي اما اختار منهم طلعت ما تجيبليش معاك نعطيك واحد اختار فدك ولا اللي كان بالرسم يختار اهو امريكا من بعد اللي كنت تفضل في تيلي سينما فرحانين برشا انت معنا خاطر نعرفوا اللي ممثل والمخرج محمد كوكا قليل ظهوره ما يحضرش برشا في البرامج هذيته بعد نحكيه اسكو اختيار منك والا ماكش قاعد ترى لازمني نحضر والا منهم تو بعد نحكيه فيه مش مشكل في البروميير بارتي نتاع تيلي سينما ديما نحكيه مع الانفيتي نتاعنا نرجعوا بيك لداركم وين تولدت العائله من الاول كانوا يقولوا لي محمد باش يطلع ممثل ولا كانوا يتوقعوا اللي محمد كوكا باش يولي اليوم الاسم الكبير اللي الناس كل تحكي عليه والا لا هاي نبدا واحده واحده شوف انا ولدت في اواسط القرن الماضي اي معناها عتيق ان صح التعبير ما نقولش معناها شيخ قيدوم ما على كل حال تولدت تحت الاستعمار الفرنسي معناها المدارس وقتها كانت الفرنكو عرب كما نقولوا والعامين الاولانيين انا من مواليد قفصه العامين الاولانيين قريت في قفصه تنقلت من بعد لتونس كيف اللي استبناني يا عمي وقريت في الخيرية متاع نهج القاعدين عاد قبل من في البوانة صغير بالكل في قبصة كنت نلعب بالعرايس مع أخويا اللي أقل مني وكنت نبدأ حاشم من في الوليدات الصغار يقولك شبيه هذا طفلة يلعب بالعرايس وأنا كان عندي شغف بالعرايس غريب معناها نعمل عرايس ونعمل لهم اسامي ونعمل سيناريو مع خويا الصغير ونفرض على خويا خاطر خويا يحب يكور يحب كذا ونفرض عليه باش يلعب معايا العرايس. الغريب في الامر اللي عمري في حياتي ولا خممت نهار نولي ممثل. معناها هاك اللعب هذاك التلقائي العفوي ما كانش عنده صله على مستوى الوعي نتاعي بالمسرح، ما كانش عندي فكره على المسرح بتاتا. كنت نلعب وكما قلت لك السيناريوات وشخصيات وعائلات ومشاكل وكذا. معناها ما كنتش تتوقع جمله شكون اليوم ما كنتش نتوقع جمله لي باش نهار نعمل المسرح، بالعكس وقت كنت صغير كنت نوكوك نتفكر عمي الله يرحمه لا. كان يقول للمعلم هو يوكوك كنت يحيك بكف باش يتنحى توكويك شوف عاد حلوه الطريقه البيداوجه كنت وكوك عاد على كتوكويكه هذيك كونت لي كيف الوهجه والخوف الكبير كنت حتى المحفوظات نحفظها وما كانش عندي معناها اعداد قوية في المحفوظات لانه نوكوك ونخاف وننسى وفي الاخر نبندر ونقول اخويا مانيش حافظ وانا حافظ حفظت معناها سو جون دو تراك قعدت عندي لتوا في عمري هذا قعدت عندي وهو من الصغرى يعني تاني نعم في بسيكاناليز انا في الحصه بتاعي عاد من بعد كما قلت لك من العامين الاولانيين رجعت من المسرح هنا قلت لي ديجا كنت تلعب بالعرايس وما كانش يمكن نشكره مسرح وليت عايش في تونس معناها مع مشيت لكلوب تاع مسرح كي جيت لتونس ولا شيء نقرا في معناها من المدرسه هذه الخيريه نتاع القاعدين نجحت في السيزيام وقتها كان السيزيام نجحت في خزنه مشيت لمعهد خزنه دار معهد خزنه دار عندنا سيدة فرانسيس اللي هما يعشقوك في المسرح ناهيك انه اول مسرحيه في حياتي شفتها هي شاتيرتون لماتيني كلاسيك
كانت تنحات خساره 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 لماتيني كلاسيك اللي تنحى واللي تربينا عليهم واللي كونت المسرحيين اللي تشوف فيهم معناها الكبار توا اللي هما على الساحه تكونوا من نوعا ما من التاثير اللي ماتيني كلاسيك هذه. عاد اول مره دخلت في حياتي للمسرح البلدي وشفت مسرحيه عمري ولا شفت مسرحيه بالعربي. بالعكس كنا في خزندار وقت المراهقه كنا عندنا هكا نخرجوا بازدراء للمسرح التونسي معناها المسرح نتاع ولد شكون هالمغبون وسيدي حاضر يا شكاية. احنا كنا نقراو في الليتير كلاسيك في لوسيد في الكورني نقراو غاسين. من اول مره مثلت قداش كان؟ هاو تو نقول لك عاد كيفاش اول مره مثلت عمري معناها 19 سنه 20 سنه. هاو تقول لك شنو الصدمه اللي وقعت لي باش وليت ممثل. ممثل تشهر اسمه علي بن عياد معناها تفكر الاذاعه عدات مره مسرحيه عطيل اخراج العقربي اول مره نسمع بالعقربي ونسمع في صوت علي بن عياد في الاذاعه علي بن عياد علي بن عياد علي بن عياد وهمل واحنا وقتها نقراو في شكسبير معناها ظهرت لي اللي تونسي يمثل خاطر ما كانش ما كنتش نعرف كنا مولعين بالممثلين فرنسيس وقتها جيرار فيليب مثلا. انت متاثر بالمدارس متاثر بالمدارس الفرنسويه وانا كنت مولع بجيمس دين كانت عندي تصاور نتاع جيمس دين معناها ما تصورش في بالك ومارلون بروندو ونحكي الممثلين مسار وكل ما هو تمثيل عربي كنت هذا فريد شوقي ما نعرف شو معناها تكوننا بخصوص انا والبعض من اللي تكونوا معنا كنا ياسر معناها كيفاش نقول متغربين اون كالكو سورت. وما زلت رايك تو هذا ولا بدلته؟ بدلته نسبيا لانه معناها باقي مانيش مقتنع برشا معناها المنتوجات تقول انت نتاع السينما العربيه فيها وعليها على كل حال. اوكي مثلت قلت لي عمرك 19 سنه عاد شفت صدمه اعطيني الصدمه الصدمه وقت اللي مشيت مسرحيه اسمها كاليجولا مشيت شفت هذه كاليجولا والدخله الاولى نتاع علي بن عياد في حياتي عمري ولا شفت عبد بك الضوء هذاك وبك النور هذاك وبك الاشعاع هذاك ان شارم معناها ابسوليومون فودرويون معناها دخل هو شاب عمره وقتها 30 سنه وكان تايه هكا لانه اخته نسيت اسمها توفات والعلاقه بالموت معناها الصدمه الاولى نتاع النهايه نتاع انه لافينيتود معناها روايه كامله وانا مشدود منبهر بهك خرجت من المسرح البلدي وقلت انا لازمني نولي ممثل لازمني نولي ممثل وقت نحضر انا في البكالوريا وكنت نحضر في روحي باش نمشي نعمل لاماغين مارشوند في لوهافر ولا في معناها وقلت لك معناها حشام بصوره ما تصورهاش في عقلك وكواك ونحشم ونخاف معناها تربينا في عائله معناها محافظه وعائله جديده والضرب والمصبط هذا اللي تربينا به. عاد بنحب نولي ممثل سمعت قالوا ثم امتحان في الواحد مشيت قدم مشيت للكونكور هذا نتاع مدرسة التمثيل اللي وقتها مدير حسن الزمرلي ومحمد عبد العزيز. شنو أول دور وقتها قمت فيه؟ أعطوني حاجة باش نحفظها نسيت ونتفكر ميم براوتي يهز في الحجر ويحط في الحجر على كل حال. هاو تو نقول لك المفاجأة الأخرى سي آزر المفاجأة الأخرى هي تقبلت أنا الأول برومي دو لا ليست عجب معناها وهذه الصدمة الأخرى رجعت لي ثقة في نفسي لأن حسب قلت أنا هذاك أنا كالحشام الخواف أنا كالحشام الخواف الوكواك كذا معناها تعرف مشيت نعدي في الامتحان وما كانش عندي أمل اللي أنا باش نتعدى مشيت قلت بون خليني نشوف على كل حال وجات الصدفة وبديت نرمي عصاتي نشوف يا أخي تقبلت أنا الأولاني باهي احنا في الشيخ هنا خاطر بعد باش نكمل لازمني نخطف خاطر فريمون ليستواغ نتاعك حلوه ونجم نبنيو عليها. خليني في البارتي هذه مازال الغرام وانت خرجت من المسرحيه وقلت انا بعد مريض على النور اللي عند الممثل هذا وهالشاغم الكبير خليني نتحدى اللي عندي الكل ونمشي نشوف روحي وجربت وقبلوك. خلينا احنا زاد عندنا اماتور نشوفوه
يحب زاد يجرب وجانب كوغمي تغاش. مرحبا. باش نعديوا الفيلم نتاعه ونتفرجوا احنا وانت واللي تفرجوا فينا في ديارهم ومن بعد ناخذوا رايك بيان سور. مرحبا. اوكي تفضل مرحبا بك. عسلامة. عسلامة مرحبا تفضل. مرحبا 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 مرحبا. هاي نتعرفوا عليك؟ يسري العربي. يسري العربي جيتنا بكوغمي تغاش. كور ميتراج اسمه فات الفوت. فات الفوت، ان شاء الله مازال انت مازلت صغير. لا لا مازال ما فاتش الفوت. مغروم عندك مده تقرا سينما؟ لا انا سنين اقرا باك تكنيك ان شاء الله. نعمل مسرح مع الفنان لطفي تركي. ديجا معاه. نقدم له تحيه كبيره. اي. ديجا معاه في مسرحيه خمسه لحقوا بالجره. اللي قاعده تو تعمل في العروض نتاعها. ديغنيغمون في مهرجان محمد بن عثمان خذيت جائزه احسن ممثل. وان شاء الله يعني مازالت عندنا المسابقات وان شاء الله ديما هكا شوقنا باش نشوفوا شنو الفيلم اللي جيتنا بيه ومن بعد بيان سور باش ناخذوا راي سي محمد واليوم بصارك جيت مع سي محمد كوكا يعني اسم كبير ونعرفه فخر ليا يحكي ديريكت سي محمد يعطيك رايه ديريكت. ونجم نقول لك حاجه مشيت قابلت علي بن عياد قلت له نحب نولي نمثل قال لي انت وين شنو المستوى؟ قلت له نحضر في البكالوريا. قال لي برا كمل قرايتك برجع لي. انتم مازال تتفرجوا فينا وتحبوا تكونوا موجودين معنا في برنامج تيلي سينما على ذمتكم الباج اوفيسيال نتاعنا تيلي سينما والا السيت نتاعنا www.telesinema.com نتفرجوا في الفيلم وانا راجعين. طلعت ذيب صياد غدار وقت عطيتك عقلي وذراعي وحسيتك شريكي في بداعي وطلعت منك للنار كذاب وغدار كلامك في الريح والشمع ذاب وعود مشيت ونرى في روحي نتيح كرهتك حتى للكره حدود وكرهتك خليتني مقهور وكرهتك ضايع بين الشموع الذايب
رجعنا بعد الفيلم. سي محمد سيدي شنو قولك؟ والله الفيلم شنو نقول لك، معناها هو برمزي، معناها انا اللي وحالي انه كانه هكا في الاحشاء نتاع كومان فيتوس يحب يخرج للنور ويشوف تعرف معناها، وهو خيال وتصوير معناها ذاتي سوبجكتيف، معناها يصعب باش نلقى المعنى والمغزى ربما. الشيء الواضح انه ثم على ثم هكا نوع من الخوف، خايف هكا باش كيفاش ينجم يخرج من الحاجه الملفوف فيها، ربما يلقى نفس وحياه وكذا. وين الفيلم ينجم يتصلح؟ هكا يعاني ويقاسي بعض الاخطاء. شنو في الفيلم؟ لا ما الاخطاء ما شفتش اخطاء، بالعكس معناها ثم ضوء إضاءة ما هي جدونية، ثم هكا جمالية، ثم يعني فما مستقبل، فما حاجة نقولوا نجم صعيب عاد باش نقول من الضربة الأولى. لا الضربة الأولى وتجربة كيما هذه معناها ما الحقيقة ما تنجمش تحكم عليهم التجربة. أنا شخصيا ما نجمش. أنت شو حابب توصل لنا من الفيلم هذا؟ هو صحيح اللي قالوا يحب يخرج للنور، يحب يعني يوصل للبيوت هو اللي يحب عليه، غير الكلام اللي تقال في الكورميتراج يحكي على غدر الأصحاب. غدر الأصحاب هو ما خلاهوش يوصل، هو كانت العباد اللي تحط في العصافة العجلة، العباد اللي ما تخليكش أنت تقدم باش توصل حاجة تحبها ولا تعمل حاجة تحبها. هذاك المساج اللي حبيت نوصله. ثم كنت يغب في النص متاع هكا نقول لي سلام 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 لا مو انا عدل من جسمي دي مودي سلام ليه هكا سي محمد هكا شرا كنا هكا كيفك سلام قلت سلام عملت فوا اوف ما حبيتش يعني نتكلم في الكورميتراج، حبيت تكون تعبير جسماني في الكورميتراج اللي بالتعبير ينجم يوصل اكثر من الكلام. الكلام زدته باش اللي يحاول يعني ما فهمش ما تلقاش عباد من الدومين، ساعات تلقى شكون ما يفهمش يعني، فما اللي يفهم الكورميتراج، فما اللي يفهم شنو هي المعنى اللي حبيت انا نوصله، فما اللي ما يفهمش الجملة. به فما حاجة قاعد بعد ما تقرا ساعتيني بعد ما تكمل تقول بعد ما تقرا سينما ولا تمشي في قراية أخرى وتقعد ديما هواية الحكاية ومام تو؟ أنا حددتها هواية، قراية حاجة أخرى هذيك، أما كمسرح أنا غرامي. ناوي تكون ممثل ولا مخرج أكثر؟ زوز. نحاول نوفق ما بين زوز. ينجم الزوز سي محمد؟ ينجم على شلاب، مثلاً إذا كان عنده الرغبة ثقف روحك والرغبة موجودة نجم تكون مخرج وممثل، ما ثم حتى ما نعين مدام سي محمد كوك أعطاك لا هذه شيء أعطاك الثنية وقالك سافا فازي بيه. أخويا فرحان اللي كنت معانا، استناه الكوغمي تغاج الجاي باش سي محمد وقتها ينجم يحكم، خاطر قالك اليوم أول إكسبرينس. خليني نقول يلا صبا فما حاجه قاعده تحضر هكا اعطينا ستيل موش نتاع كورميتراج نتاع فيلم نتاع 45 مينوت هكاك فيلم دوغ اللي ما فماش مش ديما نشوفوا الجو دراكولا هكاك ستيل هذاك. ان شاء الله في الايام الجايه باش نحكيوا عليه، نوعدك الفيلم هذا يحضر ان شاء الله نحكيوا عليه في تلي سينما في كل وقت. يعطيك الصحه مرحبا بك يعزك في الامان سي محمد. سلام. شفت سي محمد الانرجي اليوم اللي عنده لي جون، وممكن الفرق ديما ما بين جيلكم والجيل هذا، الحاجه الوحيده نقول انا اللي هي ساعه التقنيات، الامور توفرت، الامور سهل تقبل، انتم كنت تتعبوا اكثر باش توصلوا باش تنجموا توصلوا سواء عمل مسرحي ولا عمل سينمائي. اليوم يلقى روحه ينجم بالمينيموم بتليفون بورتابل في الدار يصور كورميتراج ويشارك به، وريناه هذا حتى في دي فيستيفال كبار، يعني الناس شاركت بتليفوناتها واخذوا جوائز وبدات تجربتهم من وقتها ومسيرتهم بدات من الوقت هذاك. نمشيو نحكيو على محمد كوكا الممثل الكبير والمخرج المسرحي الكبير الناس الكل تعرفوا، وكيفاش من الباك مشى قاروحه في ثنية اخرى كومبليتمون. عندنا السيلفي بتاعنا ونبدلوا الديكور ونمشيو غادي نحكيو على الدنيا الكل. مرحبا. مغروم سي محمد باللي سيلفي ولا؟ والله ما زلت هاو. باهي سي محمد معايا انا. باهي. سي محمد كوكا بدلنا ديكور بدلنا القاعده وتو باش تدخلوا في الصندوق. محمد كوكا والمسرح
ونبدأ نحكيه على أول إكسبرينس قبيلة. علاش قلت لك ناقفوا في البارتي متاع أنك مشيت وتستيت وعملت الكاستينج وقبلوك أنت من اللولانين كنت به ومن بعد؟ من بعد يا سيدي أول تجربة كانت مع شاب وقتها روح من فرنسا عبد المطلب الزعزع، هو منعرفش مش معروف توفى، هو عبد الرزاق الزعزع توفى، كان ولد عمه وكان ممثل في الفرقة البلدية. لكن عبد المطلب الزعزع وقتها كان شاب ورجع من فرنسا وأنا وقتها العام الأولاني في مدرسة التمثيل، وأول ما سمعت بالمخرج الروسي الكبير ماير هولد هو سمى بسي عبد المطلب الزعزع، وأخرج مسرحية لوركا، تيهم الله ينسيت العنوان متاعها، لوركا شارك فيها بشير دريسي، وقتها كنا أصدقاء حميمين أنا وبشير دريسي. هذه كانت باللغة الفرنسية؟ كانت باللغة العربية. لا بالعربي 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 نسيت العنوان متاعها. يعني أول عمل مسرحي أول باللغة العربية، أول ما ظهرت معناها كممثل شخصين هو مع عبد المطلب الزعزع بالعربية باللغة الدارجة وبشير دريسي. بالرغم من أنت كنت تكوينك أكثر كان فرنسي فرنسي ومثلت باللغة الدارجة، لأنه ما قلت لك ماذا بي وقتها نحب نخرب لعلي بن عياد والفرقة البلدية، وقاعد نحاول معناها شنو السبل القريبة اللي باش نوصل اليوم باش نوصل لعلي بن عياد والفرقة البلدية. باهي برشا باهي. هوني تو بدي بدينا نحكيو على المسرحيات، أنت بعد ما نلقى المسيرة نتاعك تبارك الله برشا أعمال مسرحية، خلينا ساعة نحكيو تو بعد نمشي نحكيو على الإخراج المسرحي. قعدت فما برشا أدوار كنت موجود فيهم، برشا أعمل مسرحية، وبعد جت فكرة الإخراج. كيف جاتك فكرة الإخراج؟ فكرة الإخراج هو في الحقيقة مشيت لفرنسا بعد ما قضيت بعض السنوات في الفرقة البلدية، وتعرف هذا التاريخ معناها في حياة البشر، معناها ثم نوع من هكا نعبر عليها نوع بالجدلية الغريبة، أنه من كنت معناها مولع كان علي بن عياد المثال الأعلى، بعد 4 سنوات ظهر لي أنه التجربة مع علي بن عياد وصلت معناها الحد الأقصى متاعها، ويلزم ثم مسرح آخر بعد علي بن عياد، بعد معناها الجماليات والخراج علي بن عياد، معناها ظهر لي أنه ثم ربما مدارس أخرى. واجتهدت على ما أنه نغادر الفرقة البلدية ونمشي نكمل المسيرة في فرنسا، وعاوني برشا سي طاهر جيجا اللي هو كان مدير إدارة المسرح، وهو اللي عطاني منحة بورس باش تمشي تقرأ. أنا قبيلة قلبت السؤال، حبيت نبدأ نحكي على التمثيل قبل هي وهذه مشي نحكينا على الإخراج قبل به. هوني عرفت الإخراج كيف لا مش أقولك عاد. وفي فرنسا بعد ما في تونس شاركت في عدة مسرحيات أدوار بطولة، وفي السينما ما قبليك جبت لك على روبرتو روسيليني، معناها خدمت عملت دور باهي مع لي زاك دي زابوت مع روبرتو. ما تحرقليش السيناريو بيسكم بعد تحكي سينما، خليني مسرح باهي مسرح. المسرح فمشيت للتياتر دي زاموندي عند مخرج كبير اسمه بيير دو بوش، وكنت سون دوزيام اسيستون بشويه بشويه، جيتي سون اسيستون، وبعد دخلت في المعمعة كممثل في مسارح اخرى. فشفت عن قرب وعن كتب الاخراج معناها بصوره معناها دقيقه وبصوره كارتيزيان كما نقول. شو الفرق بين التمثيل المسرحي والاخراج المسرحي؟ معناها انا هي الضيف للاخرى هوني، معناها من هي معناها كانه تكمله الاخراج للتمثيل بالنسبه لي انا. لا انا نتكلم فيك على نفسي، على تجربتي الشخصيه، ما نجمش نحكم على التجارب الاخرى، معناها سي اون اكسبيريونس سوبجكتيف، معناها انه ظهر لي انه التعبير والبلورة الأشياء في مشروع معناها ما أوسع، معناها ثم هكا نشوة وثم كيف وثم. اليوم كان نقول لك محمد كوكا لازم يختار، يا إما تكون مخرج مسرحي وإلا ممثل مسرحي، لازم تختار.
لازم هكا لازم. شنو تختار؟ نختار الإخراج. تختار الإخراج. به نمشيو نحكيو مادام على الإخراج، نهزك المسرحية الحدث اللي قاعد الناس كل يحكيو عليها، واللي عندنا بريود ما عادش نحكيو على النوعية هذه المسرحيات. اليوم نلقاو محمد كوكا كأنه رجع، وكأنه فما رجع باهي للنوع هذا من المسرح اللي هي عائشة والشيطان، اللي كنت موجود في عديد المهرجانات، في مهرجان كرتاش كان فما الافتتاح. اليوم نلقاو المسرحية هذه عندها عروض والناس تحكي عليها. نحكيو ساعة على الفكرة متاع المسرحية، العدد الكبير من الممثلين اللي موجودين فيها، يعني كان فما لمة حلوة من الأجيال الكل، اختارت خيرة الناس من كل جيل. ونحكيو زاد أنت كيفاش كنت ممثل ومخرج. نبداو بالحاجة بالحاجة، فكرة العمل. بارك الله فيك في السؤال، لأنه حبيت في الإخراج هذا هو يذكرني على معناه في التو قرابة كيفاش الوقت يتعدى، قرابة 30 سنة كنت قمت بعمل اسمه يوليوس قيصر، واستغليت روح المسرح البلدي في تعرية تامة، معناه ناحية الإدوات، ناحية على خاطر كانت عندي هكا نوع من النية كيفاش نخرج من الإخراج المسرحي من الظلام ومن الفيميجان ومن الهستيريا ومن الصياح ومن العياط، معناها وربما المسرح يعاود كيفاش معناها يلقى فكرة اللعب، اللعبة جو، ان جو لوديك بلاي، معناها الفكرة اللعب معناها تكون هي الحاضرة الموجودة في المشروع الإخراج المسرحي. عاد الدراما معناها بنيت، بالرغم اللي هو الموضوع خطير بما أنه يتحدث على الشعوذة الدينية وعلى معناها التيروريسم، معناها وكيفاش المجتمع معناها طغت عليه الأمور ربما الدينية اللي هي خارجة على المفهوم الديني الصحيح. على كل حال عاد حبيت تكون العملية هذه معناها في لعب بالقواعد المسرحية، لعب بالكليشيات المسرحية، معناها حتى الجمهور يلقى نوع من تفرهيدة، معناها ما يجيش المسرحية ما هكا باش يشوف الصياح وبكاء وعياط. حبيت تبدل الفكرة ممكن نوع من المسرح، معناها الأصول المسرح في الحقيقة، لأنه وقت تمشي للتراجيديا الأغريقية تراهم يخدموا بالماسك ويخدموا للتراجيك، يخدموا معناها ثم آليات اللي هي تخلي معناها مسافة ما بين الواقع والحقيقة والتمثيل. أنا حبيت نلعب على الأمور هذه. كيفاش كان الكاستينج؟ معناها كان رائع في الحقيقة. مثلاً هاو ثكيف، مثلاً دليل المفتاحي، وحيدة الدريدي، معناها ممثلات معناها من الروعة، معناها ومن الحضور ومن الشغم، وميمة المحرزي، ليلى الشابي، معناها هذا الرباعي هذا معناها هو 50%، وإذا كان ما نقولش أكثر من نجاح تحقق بالممثلين هذوما. ولو كمال علاوي مثلا، فؤاد ليتيم، نادر بالعيد، لا نحبوش يسمعوني ربما فوق 50 ممثل، فوق 50 ممثل، هذاك علاش ما نزورش محمد قريع مثلا. معناها كانت إيكيب، كانت مجموعة معناها رائعة، وكانت مجموعة معناها من الحماس ومن بالرغم المعوقات، بالرغم المشاكل. كيفاش كلمتهم؟ عملت كاستينج حسب الأدوار؟ لا، عملنا كاستينج معناها بصورة معناها بحرفية تامة، كل دورة شكون تصور معناها تخيم برشا جاءوا معناها، وما نحبش نذكر الأسماء اللي ماخذينهمش، أما وقع أن كاستينج معناها من عائشة والشيطان. فماشي حاجة قاعدة تحضر في نوعية هذه من المسرحيات، ولا تقول حتى نكمل ساعة العروض أخرين؟ فماشي ذا العروض ثم طبعا شو ثم مشروع آخر ثم نجم نقول عليه أول مرة. أعطيني سكوب. السكوب هذا هو الكينغ لير، العزل المدني. وقت تسمع الكينغ لير هي اقتباس المسرحية توماس برنار. توماس برنار كتب مسرحية، كان صديقه ممثل مينيتي، ممثل ألماني، هو من أصل إيطالي لكن ممثل ألماني، و
وكتب بالمسرحيه هذه معناها كهديه هوندوماج للصديق الممثل هذا. والحكايه انه ممثل طول عمره يحب يمثل مالي كلير، حتى في المشاة هكا عنده موعد مع مدير متاع مسرح باش يتعاقد معاه باش يمثل مالي كلير. مسرحية كيفاش تكون؟ وفي الحقيقة عاد لا، وفي الحقيقة هذا كله خيال، لأن يعني الممثل هذا بتقدم في السن ولا هكا تخامروا هكا معناها كيف الفكرة خيال أكثر منها واقع، أنه نهار يمثل ومشى على أنه باش يقابل المدير المسرح وما لقاش المدير المسرح لأنه الوتيل خالي من ويموت. هذه وقتاش يبدأ تحضير المسرحية؟ هذه وقت تتوفر الأمور المادية إن شاء الله. ما دام مازلنا في المادية ونعرف المشاكل المادية، عروض عائشة والشيطان. عروض عائشة والشيطان عندنا مشكل كبير، وهنا ربما كان يسمعونا في وزارة الثقافة والسيد وزير الثقافة يعاوننا في الموضوع هذا، لأنه المسرحية هذه معناها عمل كان جيد وعمل شاق وعمل معناها عملنا كيف المجموعة الكل، وماذا بينا معناها أكثر جمهور ممكن يشاهد العرض هذا، خاصة الموضوع ربما الموضوع تحكي على معناها التغلغل الدين في المفاصل المجتمع التونسي والمجتمع العربي، معناها وكيفاش معناها الشعوذة الدينية والمشايخ هذوما مثلا اللي بعثوا الوليدات لسوريا معناها باش يموتوا في سوريا، وقت اللي ترامب خذا القدس هما بعثوا باش يجاهدوا، قال لك جهاد في سوريا. المسرحية تحكي على الموضوع هذا، يعطيك الصحة على الموضوع هذا. اللي حبيت نكمل على سؤالك، ماذا بينا وزارة الثقافة تعاوننا لأنه معناها العروض تتكلف تكاليف بعضة، وماذا بينا يشوفوها في قفصة، ماذا بينا يشوفوها في القيروان، ماذا بيا تتشاف في 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 صفاقس في سوسة ونيدال. وزارة الثقافة أنه تعاوننا باش المسيرة اليوم بهالإنرجي هذه والأفكار اللي عند الممثل محمد كوكا، اليوم تخممش أنك تكون في مسرحية وأنا منشو وحدك ويكون عندك ستيل؟ سؤال جيد زيادة، ستيل معين في نوعية أخرى. أنا ما عندي شيء ضد، لا لا أنت تعرف اللي المسرح، وديما نرجع للأصول تيسبيس العربة متاع تيسبيس كان ممثل واحد وقت معناها في القرن السادس قبل التاريخ. المذهبية إذا كان هاوت نقول لك مثلا مذهبية نقتبس نصوص متاع بلاتون مثلا لي ديالوج متاع بلاتون. حاجة أخرى مذهبية مقامات الهمذاني، ثم مقامات الخمرية متاع الهمذاني روعة روعة روعة. اليوم محمد كوكا الممثل الكبير اللي عنده هالمرجعيات هذه الكل، المثقف خلينا نقوله بالحكمة، الممثل هالمثقف وعنده هالكم الكبير من هالثقافة، اليوم يرى الشيء اللي يحكي فيه في تونس مازال ينجم يكون عنده جمهور كبير ويجي ويسمع الشيء هذا ولا؟ والله سمح لي من غير معناها زاد سؤالك هذا خارق العادة، لأنه المشكل الكبير اللي يواجه المسرح في تونس خاصة في تونس وحتى في الخارج، أنه كيفاش معناها الصورة التلفزية والصور اللي معناها الفيرتوال معناها الانترنت معناها هذه اللي أثر تأثير كبير وخلات المسرح يعيش في عزلة معناها خطيرة جدا. لكن أنا عندي ثقة في المسرح. شنو هي الثقة؟ الثقة لأنه الفضاء هذا اللي يتلقى فيه الإنسان مع الإنسان معناها في وضعية متاع صداقة ومتاع أخوية ومتاع تبادل هكا إنساني، الفضاء هذا ما يزموش يتقلص. وهو في الحقيقة وقت اللي توجد السينما ما نجمش يقضي على المسرح، وقت اللي في التلفزة في وقت اللي توجد في الأول زادة ما قضتش على المسرح، توا ربما بالانترنت حسيت هزولة في فيها غلطة شوي. هذا يلزم معناها حاجة باهية، قلت لي قلت لي أنا مش جدا صحيح وعندي ثقة على شنو ثقة؟ شنو الثقة؟ يلزم في رجال المسرح،
يلزم رجال المسرح يتثقفوا، يلزم الكتاب نتاع المسرحيه يلقاو المواضيع اللي تمس. ها نقول لك، تعرف الالوف اللي جاوا شافوا دراما في كارتاج، والمسرح البلدي كان غاصب الجماهير، لانه النص نتاع محمد الموز بن مراد هنا نحييه، معناها نص قوي ونص القات، معناها كيف المراه الناس لقاو الشوارح في العمل هذاك، المشاكل نتاعهم لقاو اش معناها، معناها النص والاخراج والتمثيل، معناه هو موكول للرجال المسرح باش ياخذوا المسرح بيه. موكول لهم، وهذا ممكن باه نحكيوا على تجربتك في مسرحيه المراجل. كي نقولوا مراجل نضحكوا واحد ديريكت باهي باهي، شوف المحايد شويه مش نحكي برشا، احكي انت سي محمد. اي مسرحيه كانت ناجحه، كانت فيها برشا عروض، المسرحيه نجحت ومن بعد وقفت، علاش وقفت؟ معناها هذه ربما يلزم تشوف مع المنتج السبب، ربما امور ماديه زاده ربما، لكن المسرح هذا زاد حاجتنا به. المسرح معناها خفيف طريف ظريف، معناها موضوع جاري، موضوع جاري يعطيك موضوع جاري وعنده جمهور، معناها وهوني المسرح زاد معناها في يلزم الحضور نتاعه في المجتمع، معناها يكون يثير بعض ال نجم نقاو محمد كوكا في النوعيه هذيك من الاخراج المسرحي والكتابه المسرحيه ولا لا؟ ما اقول لك، هي معناها حسب الظروف، حسب الظروف. انا ربما التساؤلات نتاعي ما هيش هديه، ما هيش هديه، لكن هذا ما يمنعش انه المسرح يلزمه يكون معناها راضي على تجربتك مسرحيه المراجل، معناها نوعا ما نوعا ما نوعا ما، لانه برشا يقولوا سيبيا محمد كوكا طاب في الجديد، بدل حتى ستيل جو نتاعو بالضبط. هي تجربه، هي تجربه ما معناها فيها فايده وفيها مانيش ندم عليها بكل معناها. لا لا لا، من المسرح نهزك للتلفزه ونبدا نحكيوا على تجاربك في التلفزه. وبرشا ناس كي تقول محمد كوكا يرجع بيهم البرشا اعمال، اللي يقول لك كان فما توش نتاعو سبيسيال، كانت عنده حاجه مزيانه وخلاها. ونبدا نحكيوا على اول اكسبيريونس في التلفزه. بعد رجعت لتونس قضيت اداره فرقه البلديه لتونس، وظهر لي شوف التجربة سي محمد، عديت في الباك، عديت كاستينج، بعد تلقى روحك انت مدير الفرقة البلدية مع لا، ومدير على حمد بن تيجاني الله يرحمه المارشال، معناها مدير، ونور الدين القزمي، اسامي كبيرة، اسامي كبيرة اللي انا كنت ممثل صغير بكله، وساعدوني مثلا حمد عبد الحفيظ السمالوسي الله يرحمه، وما خلطتش عليهم بعد في الإدارة، عبد بن جد ومنى نور الدين، معناها قعدت 15 سنة مدير الفرقة أهم الأسامي والتلفزة يمكن 12 سنة وأنا مدير الفرقة البلدية، ومثلت قبل في هاو نقول لك حاجة، الباريشال حسن وحسين أنا مثلت دور حسين، ومن بعد مشيت لفرنسا معناها مثلت عرضين ولا ثلاثة عروض، ومن بعد غادرت الفرقة. ونور الدين القصباوي هو اللي يمثل في بقعتي دور حسين، باش نقول لك معناها تعرفت في تونس ومثلت الادوار الرئيسيه مع علي بن عياد، وروحت وقعدت 12 سنه ومانيش معروف، مانيش معروف في معنا بخلاف اللي في العاصمه وكذا ما يعرفوش محمد كوكا. وقتاش نتعرف في الجمهوريه بكلها؟ بعد ما شاركت في العاصفة مع عبد القادر الجربي وسيناريو المرحوم أحمد عامر صديق. شو كان دورك الوقت ذاك؟ كان دوري يحيى، كان دوري يحيى، وعلى ما معناها الدور معناها خذاه هكا في الناس، معناها كان عنده حضور قوي، أنه مرة نحكي لك نكتة معناها بعجالة، مشيت لسوق الخردة معناها في الملاسين مع مرتي وبنتي، بنتي صغيرة زينب، عاد حطيناها في الكهرباء ومشينا احنا نقضيو، حلت هي باب الكهرباء وخرجت، رجعنا الكهرباء ما لقيناهاش، ضاعت، زينب ويني زينب ويني زينب ويني، احنا هكاك وجايبها واحد رجل قال نقولوا لها بنت شكون؟ تقول بنت يحيى. ما تقولش مش بنت محمد كوكا، يقولوا لها انت بنت شكون؟ بنت يحيى.
معناها باش يقول لك قداش الدور حتى من بنتي زينب اثرت ولا تحسب انه هو يحيى نسيت اللي اسمي محمد ولا تقول يحيى قول يحيى معناها هذا المسلسل ثم كغادة مسلسل غادة مسلسل ثم حكاية عبد العزيز العلوي اللي كنت نجح فيهم برشا كنت علاش ديما معظم ادوارك كنت تظهر الرجل لك الشرير الصعيبة معناها هذا الشكل لانه مو تعرف وانت مع فكرة الشكل ولا مع فكرة انك انت اليوم كمخرج مسرحي تقول انا حتى كان نعيط الممثل وهو عنده بروفيل معين نتاع طفل مثلا عاقل لا انا نجم نخرج منه خارج هذا خارج ناخذ ريسك هذه فكرة مشاطرها ب 100% اما ما بتعرف ثم في لومبلوا لومبلوا هي هذاك شمعنا ممثل لكن ثم زاده معناها الصوره والذات والكليشيه هذاك اللي ذات هذا عاقل ممثل عاقل وهذا ذاته خبيث وهو في الحقيقه ما فهموش اللي نجم يكون ذات عاقل وهو يمثل خبيث تكون خارقه للعاده تعطي خير ايوه تعطي ثم هكا عمليه هكا نتاع المتناقضات اللي تعطيك فكره اروع ربما على على كل حال في التلفزه معناها ربما هما اقرب اقرب شيء وربما باش ما يقعدش هكا حكينا العاصفه حكينا عبد حكايه عبد العزيز العروي حكينا زاد تجربتك زاد الميزانه برشا في خطاب على الباب التجارب هذه الكل اليوم كان نقول لك اختار لي دور راضي عليه 100% ودور اندمت انك كنت شاركت به والله ايش نقول لك دور راضي عليه بالمئة ربما المشحاح متاع العروي به ودور اندمت انك خدمته دور اندمت يلزمني لوج على خاطر ما خدمتش برشا في الحقيقة دور اللي ندمت بالمجد نكلم بكل صدق لانه كان ما فهمش لا معناها اني نتفكر ربما ثم الادوار اللي خدم اللي نتفكرهم معناها ماهمش دوانا في الحقيقه مثلا غادة كان دور يعني الكومباتان فما حتى دور كنت نادم عليه ما ثماش علاش اللي بعد هالتجربه هذه كل وهالثقافه هذه الكل ومشينا وجينا وشدينا اهم المناصب وكنا عندنا اعمالنا ومخرجين وممثلين في نفس الوقت اليوم ما فماش حتى عمل ممكن كان فيه محمد كوكا عنده البطوله المطلقه هذا منك ولا منهم اش باش نقول لك والا مش لازم لا 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 معناها ثم ربما زاد قل الجرأة من المخرجين ومن معناها يخمم أنه ما يأديش محمد كوكا الشيء المطلوب معناها بالعكس معناها أنا الحقيقة منيش فاهم هالسوء تفاهم هذا اللي مع الإخوان المخرجين معناها كل الشباب معناها بالمجد وقعت كيف الجفوة هكا كيف لأنهم يراو معناها يمشي القهوة يلقى ممثل يا أخي ممثلين فهمت معناها وكما تميل أكثر الأدوار المركبة ولا الأدوار العادية؟ الاثنين مثلا الادوار المركبه مثلا علاش يعجبني انا المشحاح العروي بالعكس عملت كيف لانه مو تعرف ثم نشوه انك تحس روحك تمثل لكن معناها من غير ما تكون معناها في الـ في الـ في الـ السهوله وفي الـ وفي الكليشيات وفي بالعكس انك تحس روحك تعمل نشوه وتعمل كيف انك تمثل في التمثيل مثل في التمثيل صعيب هو التمثيل في التمثيل صعيب لأنك تنجم تطيح في السطحيات والعموميات في الوقت اللي تمثل في التمثيل ثم نوع من معناها العمق وثم نوع من الكيف وثم نوع من هكا السيطرة على الشخصية تخليك تعمل الناس يشاركوك في هكا العملية في العوام الأخرى راهو في برشا أعمال مش برشا فما بعض الأعمال الدرامية ما زلنا جوز كمان تنو الحقيقة معناش كم كبير من المسلسلات ولا اللي سيتكم منيش قادر فيك موجود كلموك فما اعمال تعرضت عليك لا ما قلت لك ربما والا انت وليت اليوم وصلت لمرحله انه محمد كوكا عنده كارير كبير وراه ولازم نخدم حاجات معينه ولا يخافوا منك لانه يقول لك ممكن صعيب كوكا يقبل البعض والبعض لا صعيب هنا وهذا لانه منحقك اليوم راه نعم هذا اليوم منحقك انك تقبل ادوار وممكن ترفض ادوار اخرى معناها شوف بصوره موضوعيه ما عنديش فكرة علاش معناها موقعش دعوت نعم
ما وقعش اتصال بيك ولا وقعش اتصال بيك ما عندي حتى فكره. ربما معناها لقاو الغايه نتاعهم في الممثلين المتواجدين وما ثماش علاش باش يطلبوا محمد كوكا يشارك في عمل من الاعمال. هذه امور نجلها تماما وما نجمش نحكم. اللي نعرف انا اللي معناها ما زلت على قيد الحياه وما زالت ربما المشروع معناها ما زال ماشي معناها. لكن إذا كان موقعش طلب أنا من ما عنديش. أنا لقيت غايتي في الإخراج وفي التمثيل المسرحي. أنا وقت اللي مثلت في دور الشيطان في غادة عملت كيف ما تصورش في بالك كيف اللي عملته أنا. وهو دور قصير في دراما عايشة والشيطان. معناها عملت كيف في الإخراج معناها لقيت الظالة نتاعي. لقيت الظالة نتاعي. إذا كان هم المخرجين ما أما بون الله غالب باهي. نحكيو على تجربتك في الدراما الأجنبية. في الدراما الأجنبية بديت في الأول بالكل معناها تجربة حاسمة وخارقة للعادة مع روبرتو سيليني. مثلت دور سان جون في ليزاك دي زابور وكانت علاقة رائعة جدا 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 مع روبرتو روسيليني. ناهي كانوا في وقت من الأوقات يعيط لي هكا لإدارة بعض الممثلين التوانسة اللي موقعش هو الانسجام معهم وممثلين بعد ولاو معروفين معناها. وكانت علاقة مع رانزو ولد روبرتو روسيليني أنه كان حتى تبنى مشروع مع إيران باباس والإخراج رانزو روسيليني وأنا كان عندي دور من الأدوار ومع الأسف الكبير ما تمش المشروع هذا. وكان عندك زي تجربة أخرى في إيطاليا. كانت عندي كانت عندي تجربة كانت أنجينيك لو سلطان يعطيك الصحة مع علي بن عياد وروبير حسين ومثلته معناه في تشينيشيتا في روما في مع نسيت ممثلة كبيرة ضيفتنا مع علي بن عياد. يعني شوف تجارب بالحق اليوم كي نقيم أنا إكسبيريون تجارب يعني من نوع هذا ما بين مخرجين كبار في إيطاليا وفي العالم. وثم في ماخر مع علي بن عياد ومحسوم عبد الله الله يرحمه اللي هو لي زونفون دو سالو مثلنا 3 أشهر في إسبانيا. يعني ممكن بعد ما نحكيو على هذا كل ممكن اليوم المخرجين خايفين منك. شو معناها خايفين منك؟ يقول لك اليوم فما بعض الأسامي ما تخافوش يا مخرجين كلموني ما كلموني أما معناها يقول لك لازم نعطي دور اليوم يليق بهالسيد هذا اللي عنده كارير واللي وممكن ديما نرجع نقول لك المشكلة هذا من حقك انك اليوم ترفض والا تطلب البعض الادوار اللي تليق بمسيرتك. سي أزهر انا نقول لك والله ما عندي حتى فكرة على الموضوع ومانيش فاهم النوع بين ظفرين شنو السو تفاهم الاشفام وشو فماش معناها ما عندي الحقيقة يصعب عليا باش نجاوب على الجفوة اللي وقعت ما بين وبين المخرجين والمنجين. ثم منجين نعرفهم كيف بداوا معناها وتو ولاو منجين كبار لكن ثم نوع من السوء تفاهم اللي هو ميتافيزيك معناها من التلفزيون هزك للسينما. اما قبل كل شيء قبيله قلت لك شنو ترتاح اكثر انك تكون مخرج مسرحي ولا ممثل مسرحي؟ اليوم كان نقول لك اختار بين المسرح والتلفزه والسينما. بدون نختار المسرح. المسرح اوكي عرفت محمد بعد نمشي للسينما ونحكي على محمد كوكا والسينما وتجاربك في السينما واول عمل سينمائي قمت به. اول عمل سينمائي قمت به والله العظيم اول عمل سينمائي قمت به انت بديت البرا قبل الداخل ولا الداخل قبل؟ نسيت هاي تو تعرف بديت في السينما الاجنبيه قبل. بديت بالسينما الاجنبيه قبل السينما الأجنبية قبل عام 68 لو ديابل بلون حاجة كي من هكا مع مخرج فرنسي ومثلت أنا هكا رئيس قبيلة هكا عام 68 يعني تجربتك الأجنبية قبل ومن بعد جيت لتونس وشاركت في فيلم جنون زي هذا اللي هو بقى ما عندوش يتسمى برشا لا لا عاد شاركت في ولكن قبل جنون كان عندك برشا تجارب قبل كان لا قبل خليفة الأقرع مع نتاع حمودة بن حليمة ومثلت مع إبراهيم باباي زاد فيلم مع إبراهيم باباي فيه سمير العيادي نسيت العنوان نتاعو هوني كي قاعد نشوف ونزيد نحكي على الأعمال من بعد كما قلت لي الفيلم جنون اللي كان عنده نجاح كبير زاد نلقى فيلم 30 مع الفاضل الجزيري نلقى خسوف زاد مع الفاضل الجزيري معناها حتى السينما اللي كان موجود فيها محمد كوكا هي الأفلام اللي قاعدة اليوم نرجعوا لها ونحكيوا عليها واللي عندها نجاحات كبيرة يعني كل عمل شاركت فيه كان ما كان عنده
اسمه وقعد في التاريخ، ما فماش أعمالك حسيتها تعديت عليها مرور الكرام؟ عاد هذا معناها موكول منك ولا منهم؟ لا من المخرجين لا من المخرجين والصداقة، لأنه عندي تربطني صداقة أخوية قوية بسي الفاضل الجزيري، معناها من وقت اللي شاركنا مع بعضنا في مسرحية مراد الثالث، كنا معنا شبه نكيرات في مع إخراج علي بن عياد، قعدت عنا صداقة أخوية من وقتها لتوا، وصداقة هذه معناها مدعومة معناها بالعمل، معناها لأنه مش بحكم الصداقة هو معناها وزعني الفضل الجزيري في الأفلام تاعو، لأنه راه مناسب يعرف اللي محمد مناسب، وأنا معناها تثقفت معناها ب وصاحبته اللي كيفاش يقول معنا بالعلاقة مع الفضل الجزيري اللي هو مخرج ومثقف، ثم مع زاد نذكر دار الناس المخرج معناها زاد كان ومثلت معه في زوز أفلام المخرج نتاع دار الناس محمد دمق صديق محمد دمق نحييه، معناها لا وقعت عندي علاقة مع بعض اللي ما بعد الأدوار هذه كل والمخرجين اللي اعطات فيك ثقة، وكنت معظم الأعمال الناجحة في السينما التونسية انت اعطات فيها اعطات فيك ثقة لأنا مؤمنين بي لا معناها تهذيب هذا هو شيء تسمى كما اليوم انت سي محمد كوكا تكون مخرج مسرحي تعيط لي ما عيط لي الا ما عندك الثقه هذه هذه عندي انا بديهيات فنيا عنده ما يعطي، معناها هو مش عامل مزية وانا مانيش عامل مزية لانه معناها يرى انه انت تنجح له العمل نتاعه ويهزك الدور اللي حاجتك به. هذه اليوم شنو الدور اللي مازال محمد كوكا يحلم به؟ صدقني ما نحلم بحتى دور، معناها بالعكس انا في 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 كيفاش نقول معناها نخلي الامور معناها تجيب طبيعتها معناها مش شخصيه حبيت تلعبها، الامور تجيب طبيعتها، ما عنديش ربما قلت لي صغير كنت هكا نحلم ان نمثل، ما نخبيش عليك ندور ولا ما نعرف انا دور ريشارد الثالث ولا وين مثل دور ريشارد الثالث، نحلم نمثل دور لورونزاتشيو نتاع وانا صغير هكا نوع من الشاب الاول ولا كيفاش نقول معناها نتاع الفريد دو موسي، ولكن تو تخلي الامور تجيب تمشي تو معناها بعد هالتجربه هذه بعد المسيره هذه معناها تجيبه، بالعكس ماذا بيا مفاجاه، ماذا بيا دور يفاجئني ما نكونش انا متحضر له. كيما قبيله كان معنا اماتور مغروم بالسينما، تو باش يكون معنا جون غيليزاتور بروفيسيونيل سي بدا في المجال الفني ومجال السينما، شي جينا عنده كور ميتراج نتفرجوا نحن على الفيلم نحن وياهم بعد ناخذوا رايك. مرحبا مرحبا السلام على السلامة السلامة اهلا وسهلا، تفضل ياسين نتعرفوا عليك. ياسين الصالحي عندي كور ميتراج كبير معناتها كوم سيناريست ريليزاتور. شو اسمه كور ميتراج؟ اسمه دو مينيت زوز دقائق، والمدة نتاعو بين 3 دقائق. وزوز دقائق المدة 3 دقائق. باهي اوكي. ياسين عملت سينما قريت سينما كيفاش؟ الحكاية كيفاش بدات؟ هي بدات غرام قبل كل شيء، لكن بعد اكتشفت انه الغرام هذاك يلزمك تنميه وتطوره معناتها بالخدمة وبالقراية بالحاجات هذه خاطرهم مهمين انك تعرف لي باس. تكوين كان ولا يزال معناتها في المشتل في التياترو حاليا معناتها كممثل، والسيناريوهات والبقية قاعدين نتعلموا من الكلوب ومن الخدمة. نتفرجوا نحن على الفيلم وبعد ناخذوا سي راي اكيد بتبيع على سي محمد كوكا معناها فماش لعبة قبيلة كان راهو يسر ديريكت لا لازم بتبيع لازم باهي نتفرجوا فيلم بعد نرجعوا نحكي. اكيد انتم زاد اللي مغرومين بالسينما وتحبوا تكونوا زاد كيما ياسين بحذانا اليوم على ذمتكم الباج اوفيسيال نتاعنا تيلي سينما والا السيت نتاعنا www.telesinema.com. نتفرجوا في الفيلم وهنا راجعين.
حتى انا توحشتك. لازم نخرج نور، ناخد فلوس ونجيك. توحشتك. بالله مو مزرقه في البلاد، كل شاليه من اول مره يروح ضحك في التليفون. دبرت من الفراق. لا يا ام، قدرك اعلى. عايش وليدي. المرأة هذه التوا مش في بالها اللي انت بتشري في الفراي. مرأة كبيرة بلاش تحب نعمل ومبليزي تصرف على عائلة. حذر روحك خارجين تو. رجعنا بعد الفيلم سي محمد. والله عجبني لانه في دقيقتين انت قلت قال معناها حوصل. هو اسمه دقيقتين من الفيلم ثلاث دقائق معناها قال امور اساسيه المجتمع كيفاش معناها يعاني ما بين الامور الميكانيك والتليفون والبورتابل، وفي الوقت نفسه ثم المشكل الاخر، المشكل نتاع الشاب اللي هو هكا مستهتر نوعا ما واللي يستغل في امه باش تجيب له الفلوس واللي هي تستحايل، والسيد اللي يعاون فيها صدقه يعاون فيها. معناها عطاك صوره على مجتمع متأزم. معناها اللي لازم يتقال قالوا مجتمع متأزم، ازمه اقتصاديه نفهمه لانه يعني للمعاناه، أزمة أخلاقية لأنه الولد معناها، وأزمة سياسية اللي أكل وضعية هذيك موجودة. يعطيه الصحة ثلاثة حالات متوفرة فيه. كنت قلت ثلاثة دقائق، ثلاثة دقائق ملكا يعطيه ستة دقائق في الشعب. إن شاء الله تكون حاجة. وين ترى ثم حاجات كانوا كان عملهم كان ينجم يكون الفيلم خير؟ صعيب علي عاد هنا ما نجمش في هو قدمهم معناها في دقيقتين، وال ربما بعض حركات الممثلين مثلا اللي يمسح في العرق معناها ظاهر اللي هو متكلف شويه المسحان والعرق معناها ثم تكلف شويه. هذه امور معناها بعد هو بالتجربه يتلفاها. مثلا الممثلين الاخرين معناها المراه كانت خارقه العاده بكل هكا ايكونومي معناها امي الوالده اي برافو سلم عليها يعطيها الصحه يعطيها الصحه مثلت بكل حشمه هكا وبكل لا وبكل معناها فما رسانه كي. نعم رسانه فما رسانه وترى الياس ثم نوع من الياس في في والله من جده وليت نحله معناها ثم هكا
الصبغه هكا نتاع يائس هكا يائس حتى محترفه يعني ولدها اللي والطريقه اللي رمات له بها الفلوس معناها توا هكا قاعد ملوح وانا نجيب انت يا سيدي هذا كله ضمني هذا كله ما تقالش لكن هذا خاطر خارق العاده لانه التمثيل مش كان في اللي يتقال في اللي ما يتقالش هذيك القوه نتاع التعبير في اللي ما يتقالش والوالده نتاعك كانت التعبير نتاعها في اللي ما قالتوش اكثر من اللي قالت يعطيها الصح باهي انت اكتشفت الوالده اللي والله انا حبيتها تعاوني يا اخي ما في باليش باش كل ما نجيبها في حاجه تاخذ هي النجوميه الكل وتاخذ هي النقد برغم اللي انت ممثل انت عندك تجارب في التمثيل باهي هوني باش تحاول انك في المستقبل تكون ممثل والا مخرج والا باش تقول لي مثال الزوز وبعضهم باهي هو الاحترافيه انك تهتم بحاجه واحده باش تخلي شكون مثلا كي تلقى شكون خير منك في الاخراج تخلي له هو ما تتكلفش على روحك برشا وتهتم بحاجه مهمه انا الاخراج بالنسبه لي كان اخراج بالضروره بالضروره النقص برشا معناتها تلقى شكون مثلا باش يخرج لك يقول لك ما فماش الامكانيات ما فماش برودكسيون قويه ساعات يقول لك ما نخدمش دونك شنو نعمل حاولنا ناخذ لي زابيسي الحاجات المهمين باش توصل ليماج توصل الفكره كما ريت معناتها الاستاذ الكبير معناتها خدام الصوره فهم القصه كامله برغم اللي الفيلم ما فيهوش برشا كلام ما فيهوش برشا بارول كانت صوره بالايماج معناتها الى ان اذا بقينا معناتها مخرج مثلا ينجم يصبر تعرف الدومين قداه فيه تعب وقداه فيه خدمه ويبدا كومبيتون نسلموا له الخدمه هذيك ومثل هو بالتمثيل يعني اليوم كان خير متكون فيه يعني هو كان خير معناها يختار التمثيل وتقول ماذا بيه الاخراج يقول ولكن الاخراج ممكن باش توصل انت صورتك كامله باش توصل الخدمه نتاعك هذا من حقك به فما حاجه قاعد تحضر جديده ولا فم ديما نسال انا باش كان فما جديد نقول لك ايش فما ديما يلزم تخدم حتى روحك معاك الوالده في التجربه هذه ولا ان شاء الله توافق قبل بعد ما تفرج في الكلام اللي قالوا تولي كاشي فما كاشي اش تقول لك سامحني عندي خدمه نقول لك عندي خدمه مع سي محمد كوكا وعندي عمل في رمضان تقول لك ما عادش نجم الخدمه لازم تكون ديما موجوده روحك انت كشخص قبل كل شيء قبل ما توصل الخدمه باش انها تتعرف ولا باش تدخل منها فلوس ولا باش تفكر في حاجه هذيك ليك انت باش روحك ترضي نفسك تقديمك الطفل الصغير اللي يحب يكتشف اللي يحب يغلط ويصلح اللي يحب يلقى شكون يصلح له اللي يحب يتعلم خاطر الانسان اللي ما عادش يتعلم طموحه يموت يبقى جامد اللي خسر روحه وصلسه هذاك اللي ما عادش يحب يتعلم مات ويخد شاب اذا كان يحب يتعلم حتى في عمرنا واكثر خاصه في كممثل الممثل الطفل ديما ما يتعلم ديما يتعلم ديما الانسان يتعلم انا نتمنى لك مستقبل كله نجاح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله راك من اهم الممثلين وعلاش لازم بعد من اهم المخرجين اذا كان ان شاء الله طبعا حبيت نكمل يعطيك الصحه شيء ما يمنع فرحان باش اللي كنت بحضر وانا زاد يعطيك الصحه سلامة سي محمد سيدي كانت حلقة مزيانة برشا معك شكرا الحق. بارك الله فيك في وانت اليوم هو اللي اضفت لنا برشا تيلي سينما لانه بعد ما نتفرجوا بعد سنين قلوا في تيلي سينما جبنا الممثل محمد كوكا وكان موجود معنا بارك الله حلقة عدت مزيانة برشا قاعد نشوف حتى في الليجون اللي يجيو اللي جاوا معانا اليوم وانت كنت حاضر اللي نغجي متاعهم وكل تعرف حتى كيفاش تديريجيهم تعرف كيفاش تنصحهم تحطهم في الكادر اللي لازم يتحطوا فيه ان شاء الله نشوف العمل المسرحي الجديد متاعك ان شاء الله العائشه عائشة والشيطان يكون زاد فما عروض اخرى والوزاره اليوم ان شاء الله اكيد سمعوا الطلب نتاعك والنداء نتاعك لانه تعرف العروض قلت تكلف ان شاء الله نراك في اعمال اخرى زاد نراك في اعمال دراميه وسينمائيه وان شاء الله ديما النجاحات جايه يعطيك الصحه بارك الله فيك شكرا يعطيك الصحه انتم زاد تتفرجوا فينا باش تعرفوا جديد الكل في تيلي سينما على ذمتكم نعاود نذكر الباج اوفيسيال نتاعنا ادخلوا على الباج تلقاو لي كوليس لي فوتو نتاعنا الحلقات زاد بعد ما يتعداو ومن بعد الاعاده تلقاوهم موجودين على الباج هكا تكون حلقتنا لليوم مع الممثل الكبير والمخرج المسرحي محمد كوكا وفات يزري يقول لكم تصبحوا على خير منذ بدايه المسرح والحضور نتاع المسرح في المجتمع كان حضور أكيد نرجع للتراجيديا الإغريقية في القرن الخامس قبل التاريخ المسرح والتراجيديا كان معناها الوجود نتاعه هو لتسييس المجتمع لتحضر المجتمع الديمقراطية والفلسفة ولدوا مع التراجيديا اش نحب نقول اللي الان توا عندنا حاجه ملحه للعبه المسرحيه للمسرح كعمل ثقافي كمش ترفيه فقط ترفيه وتثقيف
معناها المسرح ربما الحضور نتاعو قاعد يتقلص لفايت الامور لفايت التلفزه والانترنت والامور هذه الفيرتوال ربما تقضي على المسرح. يلزم نردوا بالنا، يلزم رجال المسرح الادباء المثقفين الفلاسفه اللي كان عندنا موجودين في البلاد وزاره الثقافه كلهم معناها يعطيوا حظ اوفر للمسرح. مثلا ما نعرفش علاش السينما في تونس عنده دعم اضعاف 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 المسرح. المسرح معناها عنده دعم شبه رمزي. علاش علاش معناها وهذا هذاك علاش يخلي انه التجارب المسرحيه بخلاف المسرح الوطني اللي عنده بيجيب مليار ولا ما عرف مليار، معناها التجارب الاخرى معناها منقوص. علاش فماش علاش انه نعطيه وخاصه اللي قاعد نشاهد فيه ما ثماش افلام رايده هكا اللي هي معناها كي مارك ليبوك. يلزم نرجعوا بالمسرح العصر الذهبي. العصر الذهبي معناها وقت اللي كانت الناس يمشيوا معناها افواج وزرافات يمشيوا للمسرح. يلزم وهذا موكول لينا وهذا في مقدره رجال المسرح ووزارة الثقافة الحصول على النتيجة هذه معناها البلوغ الأمنية هذه. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to grab it. Go pop a phone plan. Drop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I rent a beach house in Miami. Wake up.